كنا زمان بنلاقي واحد ماشي في الشارع عمال بينادي، فكان بيمشي يقول ايه، ايوه الفول، البليله السخنه، بيبيع البليله مسلوقه فقط. البليله المسلوقه هي عباره عن قمح نحطه في الحله، نحط معاه ميه لغايه اما الحبايه بتاعه القمح تفتح، وتحط عليه لبن بقى اسمه بليله، ونبتدي عمليه التقليب. احنا بناخد منه البليله نحط عليها شويه اضافات قبل ما بناكلها، طبعا حطينا عليه سكر هنحط اضافات تانية بس بعد ما اللبن يغلي. طبعا بنعرف اللبن غلي ازاي، ان بنلاقيه بيطلع بقليل بيعمل باك باك باك، بنعرف ان هو غلي كده خلاص استوت على الاكل على طول. نبتدي بقى ايه نغرف، وكل ما نكتر اللبن مع البليله بتبقى حاجه لطيفه جدا. احنا هنحط شويه مكسرات مكسره، لان في مكسرات متكسره وفي مكسرات سليمه. ممكن الواحد يصحى يفطر بليله، ممكن الظهر دي تبقى زي سناكس او حاجه ما بين الوجبات. البليله هي مفيده جدا. كده البليله خلصت، انا ممكن ادوقه قدامكم عشان تتاكدوا ان هو كويس. بليله بليله جامده جدا.